من ناحيه يمين نادي الاهلي. دكتور احمد، نستفيد بايه من الكلام يعني عايزين نترجم الكلام اللي بيقوله برضه، وانت هتتكلم عايزين باللغه عايزينك تطلع بقى عشان نتكلم عن ارقام يعني الوداد الأرقام كمان دايما ارقام الوداد مع بنتكلم على ارقام ومن خلال الارقام برضه انا يعني هطلع اسئله فنيه الكابتن عادل يعلق لنا على الارقام وازاي بتتحول للغه فنيه داخل الملعب يعني. تمام. الاول جاموندي يمكن هو لعب معاهم 7-8 مباريات، فاز في 5 وتعادل في 3 وما خسرش ولا مباراه. يمكن هو ما خسرش ولا مباراه، ده برده رقم ياكد ان هم ماشيين بشكل نوعا ما كويس بعد الكورونا، مش وحش قوي. في ارقام حاجه رقم ايجابي قوي ورقم سلبي قوي. الرقم الايجابي ان هم مسجلين 15 هدف في 8 ماتشات، ده يعني بيسجلوا 15 هدف يعني 1.8 يعني بيوصلوا الهدفين في الماتش الواحد. استقبلوا كام هدف بقى؟ 6 اهداف في 8 مباريات. طب كام ماتش من الثمان مباريات ده خرجوا شباكهم نظيفه؟ ماتشين بس. وده رقم كارثي لخط الدفاع بتاع الوداد. ان هم يخرجوا ماتشين بس من 8، اذا الارقام بتقول ايه؟ ان هم عندهم قوه هجوميه واخطاء دفاعيه كتير طبعا، بدليل ان هم ما خرجوش غير ماتشين بس من 8، عكس النادي الاهلي مثلا اخر 12 ماتش 12 كلين شيت في الدوري وثلاثه الاخر مع موسيماني، فدي تفوق النادي الاهلي في الارقام في على المستوى الدفاعي كمان. لكن هم طبعا فريق قوي جدا، عندهم اوراق هجوميه قويه جدا، فريق يحترم، ولكن لازم نستغل الاخطاء اللي هنتكلم عليها في نقاط الضعف الموجوده ان شاء الله عشان نحسم المباراه يعني.